صباح الخير مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. وطبعا يعني المشاهد اللي بنشوفها، المشاهد المروعة اللي بنشوفها لحرب الإبادة الجماعية اللي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعب غزة الأعزل، وردا على طوفان الأقصى. وأكثر من أسبوعين بيعيش شعب غزة الأعزل المسكين بيعيشوا كابوس، يعني كلنا مش قادرين نتخيل يعني ولا لحظة من اللحظات اللي بيعيشوها في منتهى اللا إنسانية. يعني لو قلنا أين حقوق الإنسان، هنا لا إنسانية بالمرة، ولا إنسانية أيضا من المجتمع الغربي والعالم اللي بيشاهد تلك المشاهد كل يوم أو بيغضوا أبصارهم عن هذه المشاهد. الحديث الآن طبعا عن المعايير المزدوجة للعالم الغربي وعدم إنسانية العالم الغربي في نظر القضية الفلسطينية وبلورة القضية فيما فعلته حماس وإدانة حماس، يعني ده الشغل الشاغل للغرب. ومن هنا كان في طرح لمشروع قرار من روسيا لإيقاف الحرب بشكل فوري في مجلس الأمن، ولكن على النقيض وعلى الجانب الآخر مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاث اللي فات لمجلس الأمن أيضا، ولكن لإدانة ما فعلته حماس، لإدانة الأفعال التي تقوم بها حركة حماس بغض النظر عن كل ما يحدث من كوارث والحالة اللا إنسانية وتردي الأوضاع الإنسانية والمأساة البشعة التي يعيشها أهالي غزة، والقصف المستمر لكل المدارس والمستشفيات وحتى الملاجئ اللي بيدخلوا فيها بيتم قصفها، مش بس المنازل اللي هم عايشين فيها. وحشية الاحتلال وبكل صوره. عموما ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي مع الأستاذ ماهر عباس ضيفنا والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية بجريدة الجمهورية. أستاذ ماهر صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك. يعني في مؤتمر القاهرة للسلام والجهود الدبلوماسية الحثيثة اللي بتقوم بها مصر الحقيقة في القضية الفلسطينية منذ يعني بداية التاريخ ومنذ بداية القضية الفلسطينية، لو اتكلمنا عن هذه الجهود الدبلوماسية في مواجهة الغرب والمعايير المزدوجة، ودي تحدث عنها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال كلمته وكلمته عن الحضارة الإنسانية وأين هي فيما نراه من مشاهد لا إنسانية والوضع اللا إنساني المتردي في قطاع غزة. حضرتك بتشوف المعايير المزدوجة دي إزاي؟ ما قاله الرئيس السيسي في مؤتمر القاهرة للسلام كانت رسالة شافية للغرب بأن المعايير مزدوجة، وإن المتهم في فلسطين يصبح إرهابيا، أما في منطقة أخرى يصبح بيدافع عن النفس. هذه المعايير المزدوجة ليست جديدة على الغرب. البربرية التي رأيناها في عملية 7 أكتوبر إلى اليوم ليس لها مثيل في التاريخ، وإذا مررنا نجد الغرب يؤيد مثل هذه الأشياء اللا إنسانية، أيدها في فيتنام، في كوريا، في الهند، وفي كل الدول المستعمرة في القرن الماضي. ولكن ما نراه اليوم هو الأسوأ في تاريخ الحروب ما بين العرب وإسرائيل. حماس ليست دولة، ولكنها يعني كان في مجازر عديدة أستاذ ماهر، يعني ولكن هي ربما هي المجزرة الأكثر. يعني امبارح حتى في القصف امبارح 400 مدني فلسطيني تم قتلهم. هي لا تميز في القتل، القتل هو قتل، هي تدمير تام وعقوبة جماعية كما تفضلت في المقدمة. يذكرنا ليس جديد، هو ورقة جديدة بعد قانا، بعد مصنع أبو زعبل، بعد صبرة وشتيلة، بعد صبرة وشتيلة وغيرها، وقبليها في دير ياسين. المذابح الإسرائيلية تاريخ أسود في إسرائيل بالنسبة للشعب الفلسطيني، الشعب الوحيد تحت الاحتلال في العالم حتى اليوم، وله حقوقه المشروعة. القضية تؤجل من شيء لشيء، وجاءت العملية الأخيرة للتهجير القسري وهو إنهاء وتصفية القضية، وهو ما وقف ضده الرئيس السيسي أمام صمت العالم، ودعيني أقول صمت العالم الغربي الذي فقد إنسانيته وفقد روحه. أين حقوق الإنسان عندما يروا هذه المذابح
في المستشفيات، في المساجد، أكثر من 30 مسجد تم هدمهم. دور العبادة يعني في الحروب لم نجد أحد يستهدف دور العبادة، لكن إسرائيل تستهدف مدارس، كل شيء تستهدف. هو الأرض المحروقة، يعني ما تغي على الشاشات وما هو مصور للعالم، أين إنسانية الغرب التي يتحدث بها؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان الفلسطيني في الحياة؟ أين الحقوق في أن أنا ده قتل مع سبق الإصرار والترصد، منع الماء والغذاء والدواء والطاقة؟ يعني ماذا يقصد الغرب؟ لا حياة. هذا إسرائيل تسعى، لديها مشكلة، نتنياهو لديه مشكلة داخلية مع حكومة اليمين ومع وزير الدفاع، وهو يمهد بالغارات الأخيرة للغزو البري الذي أعتقد لابد أن يستمع إلى نصيحة حاميه بايدن بأن الاجتياح البري سيشتت هذه المنطقة ويدفع أطراف أخرى للتدخل، وهو ما لا تعي إسرائيل. إسرائيل طالما هناك بريجات في البحر المتوسط وحاملات طائرات إيزنهاور وفورد في البحر المتوسط لحماية إسرائيل مطمئنة الآن تمام الإطمئنان، طبعا بالمساندة الغير المشروطة وغير المسبوقة للولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا زي ما حضرتك قلت أنه البارجات حاملات الطائرات كلها خلاص تركزت يعني حول الحدود، وبتأمن إسرائيل بكل الطرق، جميع الأسلحة متاحة لإسرائيل، جميع المساعدات المالية أيضا، موازنة كبيرة جدا من الكونجرس تم إقرارها لمساعدة إسرائيل في حق دفاعها عن النفس يعني طبعا وبين الأقواس، ويعني وأيضا المساندة غير المشروطة من جميع دول العالم ومنها أيضا ألمانيا طبعا ودول الاتحاد الأوروبي، باقي دول الاتحاد الأوروبي. الغرب طبعا للأسف مشي وراء أمريكا وفقد رسالته باسم الدعاءات الديمقراطية وأمريكا في الدعاءات الديمقراطية والإنسانية وغيرها، لكن ما يحدث الآن هو محاولة خبيثة لتصفية القضية. دعينا نقف في الحوار في التهجير القسري، هذا مشروع القديم الجديد طرح في ايام الرئيس عبد الناصر من ايجال الون، مشروع الون، ورفض تماما، وعرض بعد ذلك بعد حرب 73 والانتصار الكبير اللي حققه الجيش المصري، عرضوه في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك ورفض، وفي عهد الاخوان عرض ولكن كان هناك طبعا موافقه من الاخوان، كان هناك تصديق على ذلك طبعا، وبيع كان وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع واصدر قراره المهم اعتقد 302 او 303 بان ممنوع البيع او كذا في هذه المناطق. لكن جاءت هذه لا، والمشروع ده تم تجديده ايضا من نتنياهو في الاجتماع الاخير للجمعيه العامه للامم المتحده، وتم عرض الخريطه من قبل نتنياهو، الخريطه الجديده للشرق الاوسط الجديد حسب تصور هو إسرائيل. للاسف الشرق الاوسط الجديد المصطلح السيء السمعه لكونداليزا رايس وزيره الخارجية في عهد أوباما، يدعوت أحرنوت في 2 يونيو الماضي قبل ذكرى 5 يونيو أشارت إلى هذا الموضوع بكل حذافيره اللي هو عرضه نتنياهو في اليونايتد نيشن في الأخير. هذه إسرائيل تسعى أمام اختلاف الفصائل الفلسطينية لمزيد من أوراق القضية وتسويف عملية السلام. لم يحدث في تاريخ القضية على مدى 75 عاما أن إسرائيل ترضخ للسلام. أعودي إلى قرارات 181 194 242، كل القرارات السابقة إسرائيل يعني مش هقول غدمتها في التاريخ وفي نسيتها، وكلها تعطي الحق للفلسطينيين. إسرائيل تسعى لتصفية القضية ووطن بديل، وهذا ما رفضه القيادة المصرية رفض تام، والشعب المصري عندما خرج يرفض مثل هذه الخطط الخبيثة من جانب إسرائيل. إسرائيل لا تريد السلام طالما هناك دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بيؤيد مثل هذه العمليات، ويعتبر ان حماس ليست دولة
وهي عنصر من العناصر الفلسطينية، وتعاملها وكأنها دولة بجيش. عملية 7 أكتوبر عرت إسرائيل من الداخل، وهشاشة النظام الإسرائيلي والتكنولوجيا التي تتفوق بها إسرائيل، كما كانت في 5 يونيو تقول الجيش الذي لا يقهر، وجاء جيشنا وعبر في 6 أكتوبر، جاء أفراد العناصر الفلسطينية ليقوموا بهذه العملية الجريئة، ربما تحرك عملية السلام إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش مستقرة. أما تهجير القصر أو الدياسبورا التي تريدها إسرائيل، أو التعذيب الكبير على الشعب الفلسطيني بهذه الوجه اللا إنساني، يعني لم نرى في العالم مثل هذه المذابح التي لا يعني لا يقرها دين ولا منطق ولا قرار دولي ولا أي شيء، إلا القيادة اليمينية الإسرائيلية ووزير دفاع إسرائيل، وهو يمهد للغزو البري ولن يرضخ للسلام. لأن ولكن أنا أعتقد إذا حدث وتهورت القوى الإسرائيلية بالدخول إلى غزة برا سيكون مقبرة، لأن 2.5 مليون في غزة لا يمكن يكون هذا العقاب الجماعي من دولة بحراسة العالم الغربي والولايات المتحدة. للأسف وجدنا في صعوبات الاجتياح البري، يعني حسب طبعا كل الخبراء الاستراتيجيين طبعا ده ليه صعوبات كثيرة، ويعني للحديث عنه أكيد هناخد وقت أطول. عاوز أعرف من حضرتك هنا في ظل هذه المعايير المزدوجة من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، والصمود المصري في هذه القضية منذ بداية التاريخ حتى اليوم، ويعني من يساند مصر في هذا الصمود أمام العالم أجمع، الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، طبعا الرئيس الفلسطيني، وكثير من الدول العربية، فهل يمكن أن يلاقي هذا الصمود بقيادة مصر ل يعني ارجاع بعض من حقوق الشعب الفلسطيني أمام هذا الصمت العالمي وازدواجية المعايير العالمية؟ سيادتك، على مدى التاريخ منذ معاهدة سايكس بيكو ومرورا بوعد بولفور وثورة البراق والقسام سنة 36 وحرب 48 إلى اليوم، الرقم الصعب في المعادلة الفلسطينية هو مصر كخيار استراتيجي، وتعتبر القضية الفلسطينية هو قضيتها المركزية. مصر وقفتها مش مسألة تهجير، مسألة ان ما يحدث من تهجير، لدينا 9 مليون طبعا. لكن 9 مليون لهم دول يعودوا فيها طبعا. لكن موضوع التهجير وموضوع تصفية القضية، ليس تصفية فقط تماما يعني للقضية الفلسطينية، هيستقروا في سيناء ويبقى هنا من حق اسرائيل انها تدافع عن نفسها، واحنا في معاهدة سلام مع اسرائيل وبنحافظ عليها يعني منذ 50 عاما، فده يعني هيغير موازين المنطقة كلها وموازين معادلات السلام والتطبيع مع إسرائيل بكل المعايير. للأسف الأزمة الداخلية الإسرائيلية وراء هذا الفعل السيء على إخواننا في غزة، والضغارات الإسرائيلية الممجوجة والماجنة، لأن إذا نظرنا إلى زيارة للتاريخ ل3000 سنة أو أكثر، هنلاقي أول معاهدة في التاريخ تمت في الحدود ما بعد طابة، يعني سينا ده خط أحمر، والأمن القومي المصري وسينا خط أحمر وأعلنها والشعب المصري عبد الفتاح السيسي ونحن مع القيادة السياسية، سينا أرض أحمر، أرض مصر وحدودها أرض أحمر، حقوق الشعب الفلسطيني خط أحمر أيضا، وحق العودة وحق إقامة الدولة الفلسطينية، وده اللي شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن معه نؤيده في جميع هذه القرارات المصرية، قرارات الأمن القومي. أستاذ ماهر عباس، شكرا. الكاتب الصحفي متخصص في الشؤون العربية بجريدة الجمهورية، بشكر حضرتك جدا. شكرا. الحديث يبقى ما دامت القضية باقية وما دام هذا يعني الصمت العالمي، فنحن ما زلنا نقاتل ونحاول من جبهتنا، حتى لو لم يكن هناك أمل فلم يعني فدائما هناك بصيص من الأمل. تحياتي لحضراتكم مشاهدينا. شكرا.